ونتمنى أن لو ختمنا في كل ليلتين ختمة، وبعضنا يتمنى أن لو تصدق في كل يوم صدقة. أقول كفكف دمعك وأوقف اللوم عن نفسك، والسؤال الآن العشر القادمات والله ما غابت شمس يوم على أفضل منها، فماذا أنت صانع وماذا أنت فاعل؟ هي عشر جعل الله فيها درة الليالي وتاج الليالي وشامة الليالي على ليالي الدهر كله، ليلة هي خير من ألف شهر. أودعها الله في العشر ليبتلينا ويختبرنا، لينظر أينا أحسن عملا، لا أكثر عملا أحسن عملا. أما في العشر الأواخر فكان يطلق الدنيا خلف ظهره وهو أكثر منا أعمال، قائد الأمة بأبي هو وأمي، يترك الدنيا خلف ظهره يتخفف من أعمالها، يترك نساءه ليست زوجة واحدة ولا زوجتين ولا بيت ولا بيتين، ترك 11 بيتا وترك خلفه نساءه وترك خلفه ما خلفه، واعتكف وضرب القبة في المسجد يناجي رب العالمين ويخلو بالمناجاة مع ربه. هكذا يكون استقبال العشر. تدري المحروم من هو؟ المحروم اللي بتمر عليه ليلة القدر وهو يصك الفناجيل ويصلح الدلال ويسولف أمام القنوات أو يدور ويجوب مع أهله في الأسواق. لذلك اختم بخير، اختم بخير، فإن الله يغفر كل ذنب. والله لو ضيعت العشرين الأولى، كل العشرين ضيعتها بالنوم وضياع ورؤية مسلسلات ومتابعة مباريات وما قرأت قرآن وما سبحت، أبشرك الأمور طيبة، الله بلغك عشر هي خير العشر وهي أفضل العشرين الأولى. القادم من رمضان أفضل من الماضي، القادم من رمضان في العشر الأواخر أفضل من العشرين قبلها. يعني يا أخوان اللي يجلس ليلة القدر عمله الذي يرفع إلى الله إن قبله 83 سنة و6 أشهر. الله أكبر. أحبابي لو جانا اتصال تاجر من تجار الرياض بيعطي كل واحد يلقاه في العشر الأواخر 1,000,000 ريال، بس بشرط يلقاه واقف على عتبة الباب وبيمر علينا في الحارات، واللي بيلقاه واقف بيعطيه 1,000,000. تدخل داخل بيتك؟ والله ما تدخل. وش بتقول لي؟ بتقول لي يا شيخ متى بيمر؟ ما أدري، لكنه والله أنه بيمر، والعشرة أيام ذي فيه مرور له، متى لا أدري، ليل نهار لا أدري، لكن ترى من وجده واقف أعطاه. نوقف ولا لا؟ والله نقوم بزراننا الصغار أطفالنا اللي يحبون نوقفهم عند الباب. وأنا أبوك طيب تعبان يا أبوي، يا أبوي التعب مخلوف، اسهر الأيام ذي والنوم ملحوق عليه في شوال. نقول ذلك ولا لا؟ هذه ليلة القدر يا أخي اعتكف فيها وملحوق على الدنيا، يا أخي توقف عن غث الدنيا، يا أخي خالطناها حتى أمرضتنا، جمعناها وتفلتت، تاجرنا وخسرنا ولا لا، ورحنا في الأسهم وراحت الله يرحمنا وإياكم، والراتب ما فيه بركة، والعالم كل ما طقيناها عدلة معهم انقلبت عوجة. يا أخي اجعلها مع ربي، والله ما تعوج، والله ما تنقلب عوجة، أنت تعدل وتسير، عد إلى الله، رتب خطواتك إلى الله. أحبابي لا تجرب، ربي كريم، الله عظيم، له في كل ليلة عتقاء من النار. راحت العشرين ليلة راحت كأنها شربة ماء. واعلم والله وتالله إن أسعد صائم بالعيد أهل الاعتكاف في العشر الأواخر. لترى مو بس أسعدنا اللي ثوبه جديد ولا اللي لابس له بشت ولا اللي مطيب مطيب جميل، لا وربي أسعد من في العيد يأخذون جوائزهم هم أهل الاعتكاف. وجوههم نور، أفئدتهم نور، دموعهم فيها، عيونهم فيها دمع. أما العين الأولى، العين الأولى تدمع فرحا بنعمة العيد أن بلغناه، والدمعة الثانية شوقا على رحيل رمضان وحبا فيه. لذلك يا من يريد عام من أجمل أعوام عمرك، أقسم بالله أن العشر الأيام القادمة أجمل ليالي العمر. ترى بعضنا حتى مصارحة نفسه ما يقدر، أنت عندك عيوب الله يزينها، ها، وعندنا أخطاء وعندي ذنوب الله اللي سترني بها، لماذا ما نخلو بالله ونقول يا رب كما سترتنا فاغفر لنا، يا رب أتينا إليك، يا رب عجلت إليك لترضى، يا رب اختم بالسعادة أجلي. الله كريم حيي
إذا رفع عبده إليه يديه يستحيي جل وعلا أن يردها أو يردهما له صفرا. فانكسروا بين يديه وناجوا ربكم وتخففوا من الدنيا وصوموا العيون وصوموا الألسنة وصوموا القلوب حتى يبقى القلب مطمئنا هادئا للمناجاة.